بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نتكلم النهاردة على أول حلقة من حلقات الجي دي بي سي، ونشوف إزاي نفتح كونكشن مع الماي سيكول. في البداية خالص أنا هعمل جدول صغير، والجدول دوت هيبقى للكار سيستم، تمام، لأنظمة السيارات. فهنشوف مع بعض إزاي هنفتح الجدول دوت ونشوف هنعمله إزاي. هنيجي نشتغل في الفولدر هنا، نعمل المشاريع بتاعتنا، وهنيجي نقول له فايل نيو موديل، وهعمل موديل جديد، والموديل دوت انا هسميه كار سيستم. وبعد كده اهوت هاجي افتح اضيف دايجرام للموديل ده، واسحب جدول هنا، والجدول ده انا وليكن هسميه كاستمر. التيبل نيم هنا بدل ما اسمه هسميه كاستمر. وطبعا في الكاستمر هنا هضيف له الاي دي، والاي دي دوت المفروض نوعه انتجر وهيكون اوتو انكريمنت، يزيد لوحده، تمام. وهضيف له هنا اسم العميل النيم، وهيكون فار كار، وهضيف له الجندر او الادرس، طبعا في التليفون والادرس وكل حاجه، تليفون، في الجندر. بس الجندر هنا مكون من حرف واحد بس، فانا هعمله فار كار الى حرف واحد فقط، تمام. يبقى انا كده الاي دي والنيم والتليفون والايه والجندر. وبعد كده اهوت ممكن طبعا ازود الادرس او ازود الحاجات اللي انا عايزها. بعد كده هعمل سيف، وابدا احفظ الكلام ده في المكان هنا، في اللوكيشن هنا، عشان لو حبيت ارجع له بعد كده، واحفظه باسم كار سيستم، وده الموديل بتاعي اللي احنا شغالين عليه. طيب طبعا الموديل ده ما بيروحش للداتابيز، لازم نقول له داتابيز، ونقول له فورورد انجينير، وبعد كده نقول له ايه نيكست، وبعد كده نقول له كرييت نيكست، وبس مهنك شويه. بعد كده هو بدوس نيكست، طبعا بيشكل لي امر الكرييت بتاعي. بعد كده بقول له نيكست، بيكونكت على الداتابيز مانجمنت سيستم، ويبدا اكسكيوت. بعد ما بيخلص تنفيذ وبتنفيذ بنجاح، لازم يديني سكسسفولي، ابدا اعمل كلوز. وبعد كده لو انا رحت للسيستم بتاعي، عملت هوم مثلا ورحت على اللوكال انستنس، طبعا بيطلب مني الباسورد بتاعتي، فهلاقي هنا ان الكار سيستم اتعمل، وفي الجدول بتاعي اللي انا عملته اللي اسمه كاستمر. لكن لما انا اروح اديسبلاي كل الداتا، هلاقي الداتا كلها ايه، مفيش اي داتا. المفروض ان انا اعمل شاشه بالنت بينز دلوقتي وبالجافا انها تملا البيانات بتاعتي، شاشه بسيطه وصغيره بنوضح فيها خطوات الاتصال بالداتابيز. فهنيجي نعمل بروجكت جديد من طبعا اد بروجكت، ونسمي المشروع دوت، هنختار هنا جافا وجافا ابلكيشن، وبعد كده ندوس نيكست. واي بدل ما يقول لي كرييت المين، لا احنا هنسمي المشروع ده، او نختار الاول اللوكيشن بتاع المشروع، تمام، وهنسميه هنا كار سيستم، ودي الستيب رقم واحد اللي هي الخطوة الاولى، تمام. وهنقول له فينيش، هيبدأ هنا يكريت فولدر للمشروع دوت. بعد كده هنكريت اول فريم جي فريم، فانا هعمل جي فريم فورم، وهسميها الفورم ديت اد، او جي فريم اد كاستمر، دي الكلاس بتاعتي. ابدا في البدايه طبعا اصمم الكلاس، انا بحب اشتغل باللي اوت اللي هو النال لي اوت، بيديني حريه وسماحيه اكتر في الشغل. بعد كده هفتح التول بوكس عندي هنا مفتوحه، هبدا بقى اختار مثلا ليبل هنا، تمام، وابدا اكبر في الليبل دوت، وابدا اخش على البروبرتس بتاعته، او ممكن من البروبرتس اللي في الجنب هنا،
تمام، واقول ايه ان اجي مثلا اقول ان الفونت بتاعي بدل ما هو 11 لا اكبره اخليه وليكن مثلا 24، واخليه بولد، واخليه تايم نيو رومانز، او ممكن اخليه تايم نيو رومانز بيكون كويس. تمام، هنا بدل ما يكون اسمه ليبل 1 هنخليه التكست اللي موجود عليه مثلا اد كاستمر، تمام، بحيث تبقى ايه شكل الشاشة بالمنظر ده. بعد كده هنبدأ بقى ايه نضيف من البالت هنا، نضيف ليبل ونضيف تكست فيلد ونضيف نقعد بقى ايه نضيف الليبل والتكست فيلد دول مرة كمان، نضيفهم هنا مرة كمان، خلاص، واحد للنيم واحد للايج او حسب الجداول اللي احنا عاملينها. احنا لو فتحنا النيم والتليفون والجندر يبقى النيم هنروح هنا نقول له البروبرتس، وهنجيب ايه نكتب هنا النيم، وواحد تاني للتليفون، واحد للجندر. تمام، التكست فيلد ده هنستبدله براديو بطن، فهنجيب راديو بطن، نجيب راديو بطن تاني، والراديو بطن الاولاني هنا هنقول عليه ميل، وهنقول على الراديو بطن ده في ميل، ونمسك التكست فيلد بتاعنا نكبره عشان يبقى شكله ظريف وكويس، ونظبط الايه الشاشة كده. تمام، بعد كده هنشتغل بحاجة اسمها البطن جروب. البطن جروب بنسحبها بس بنحطها فاضية بره هنا، وبنقف على الميل ونقول له البطن جروب بتاعتي، البطن جروب بنختار لها بطن جروب واحد، ونقف على الفيميل ونختار البطن جروب، بطن جروب واحد. طبعا هنضيف للكلام دوت زرارين هنا، زرار اد وزرار كانسل، فين من بطن نضيف زرار اد وزرار كانسل، نروح للبروبرتس هنا كانسل ونقول له اد. طبعا يفضل انك تسمي اسم الايه اسم الزرار، خلاص، فممكن تعمل رايت كليك وتقول له تشينج فاريبل نيم، بدل ما يكون جي بطن واحد جي بطن اد، وبرضه نفس الكلام تروح تعمل رايت كليك تشينج فاريبل نيم جي بطن كانسل، وبرضه التكست فيلد هنا ممكن تقول له ايديت تكست، تمسح التكست اللي عليه، ايديت تكست وتمسح التكست اللي عليه، تشينج فاريبل نيم بدل ما يكون كده يكون ايه نيم، والتليفون تشينج فاريبل نيم بدل ما يكون كده يكون تليفون، تمام، وتظبط الشاشة بتاعتك. لو عايز تعمل اختبار للشاشة من حيث الشكل بس، تمام، بتقول ايه بتقوم تفتح البريفيو
خلاص الديزاين. طبعا لقيت الشاشه متصغره، لا احنا مش عايزينها صغيره كده، فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح للكود وبنقول له بدل ما جنريت باك، لا جنريت ريسايز. ريسايز يعني سيبها كده. هتبص تلاقي وانت بتفتح دي الشاشه اللي هتطلع قدامك. بدوس على الميل والفيميل بتتشال. طب بس اول ما الشاشه ما تطلع، طبعا الكنسل لسه ما اتعملش، اول ما الشاشه ما تطلع هنخلي الميل هو السيلكتد، وهنروح للبروبرتس وهنروح لسيلكتد نعملها بترو. سيلكتد نخليها بترو، يبقى دي في البدايه هتفتح كده الشاشه هتلاقي ميل سيلكتد بترو. طيب تعالوا نبرمج الكنسل. لو هبرمج الكنسل بتاعتي اللي هي اول ما ادوس على كنسل ايه اللي يحصل؟ فهدوس دبل كليك، تمام، هيفتح لي كود للكنسل او الكود بتاع الكنسل. ابدا جواه اكتب بقى ايه، ممكن سيستم دوت اكزيت زيرو خلاص. وممكن في الحاله ديت ارن، اقول له رن فايل، رن الملف، هيبدا مش يطلع لي هنا. لو قلت له كنسل، طبعا لازم انت ترن عشان تتاكد ان الـ 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 الحاجه ما تطلع مظبوط. لو قلت له كنسل احنا محتاجين بقى ايه، ان احنا نكبرها شويه، محتاجين نكبر زر الاد ده شويه، والتليفون والنيم هنا محتاجين ان احنا نكبرهم شويه. الميل هنكبرها كده شويه عشان تظهر بالكامل، خلاص ان احنا لما جينا نجرب ما ظهرتش. طيب لو جبنا بروبرتس على هنا عايزين نتحكم في الفريم الفورم بوزيشن، هو قال لي بتطلع عند الصفر والصفر، ماشي، بس انا ممكن اقول له جنريت سنتر، يعني عشان تطلع متسنتره، تطلع في المركز. فهعمل رايت كليك واقول له رن فايل، ابص هتلاقيها طلعت لي فين، في المركز، والكلمات كلها ظاهره بالكامل بعد ما جربت واختبرت. لما ادوس كنسل هلاقيها قفلت، تمام، مفيش اي مشكله. تيجي بقى زر الاد، تدوس دبل كليك كده وتخش جوه الاد بقى وتبدا رحله الكود بتاعتك، تمام. فاول حاجه الخطوه رقم واحد بكولكت الداتا من الايه، من الفورم بتاعتي، بقول له سترينج النيم بتساوي جي تي اف او جي تكست فيلد نيم دوت جيت تكست، بعد كده سترينج التليفون بتساوي جي تكست فيلد تليفون دوت جيت تكست. كده انا جمعت، يبقى انا عندي الاسم والتليفون. لسه الجندر بقى، سترينج جندر بتساوي جي راديو باتون، ده اسمه راديو باتون 1 و2، طبعا ما ينفعش يكون اسمه راديو باتون 1 و2، فهروح تاني للديزاين واعمل تشينج فاريبل نيم، بدل ما يكون راديو باتون 1 راديو باتون ميل. انا بهتم قوي قوي بالمسميات، لان المسميات اللي احنا بنسميها دي بتنعكس علينا في الكود، يبقى سهل ان انا افهم الكود بتاعي شغال ازاي، تمام. اروح تاني لكود الاد واقول له جي راديو باتون، او لو الميل دوت از سيلكتد واحط علامه استفهام يبقى ريتيرن بالايه، بحرف الام، اذروايز ايلس ريتيرن بحرف الاف وسيمي كود. خلاص المفروض بين دبل كوتيشن. طيب كده انا رجعتهم، تمام. هقول له بقى ايه، ابدا اشتغل على الكونكشن والستيتمنت. سترينج كويري بتساوي، المفروض ان انا اقول له سترينج دوت فورمات انسرت انتو كاستمر نيم و تليفون و جندر فاليوز. انا هنزل بالفاليوز دي تحت هنا، تمام، فاليوز، وافتح قوس اقول له النيم لازم يتحط بين سنجل كوت، والتليفون بين سنجل كوت، وبرده الجندر بين سنجل ايه، بين سنجل كوت. هنا هقول له برسنتج، برسنتج اس، برسنتج اس، وهنا اقول له برسنتج اس، وهنا اقول له برسنتج اس، تمام، و كده برسنتج اس فاليوز. بعد كده هقول له كوما، وابدا احط بقى ايه، النيم والتليفون والجندر، تمام. بعد كده ابدا احط سيمي كولون. كده انا كونت الكويري. اهم حاجه يا جماعه ان احنا ايه، نطبع الكويري دوت، نطبعه
وليكن مثلا في جي اوبشن، جي اوبشن بان دوت شو مسج دايلوج، ونطبع الكويري ده خلاص عشان نشوف شكله اتكون ازاي، وهل اتكون صح ولا غلط، ممكن يكون اتكون غلط ونختبره. نقول له ران كود، لما نقول له ران الكود هنكتب بقى مثلا علي، طبعا علي هنا الكلمات الحروف متاكله شويه خلاص. بعد كده نقول له اد، اهو ده الكويري اهو، انسرت انتو كاستمر نيم وتليفون كذا وكذا وكذا، تمام مفيش اي مشكله خلاص. بس نرجع للديزاين تاني عشان ايه نكبر الحاجات دي شويه. تمام، بعد كده ايه نرن الكود، نكتب علي تاني، هي ظهرت كامله، ونكتب رقم التليفون بتاعت علي. تمام يطلع لي تمام كده. طيب بعد كده ابدا ادخل جوه الاضافه، خلاص انا اتاكدت كده ان الكويري ماشي سليم، اعمل كومنت بقى وابدا في رحله الكونكشن بقى. تراي وكاتش اس كيو ال اكسبشن، اس كيو ال اكسبشن، عشان لو اداني ايرور خلاص، ولو اداني ايرور لازم اطلع الايرور جي اوبشن بان دوت شو مسج دايلوج، واطلع ايه اكسبشن دوت جيت مسج عشان لو في ايرور اشوفه. اول حاجه بقى هقول له كلاس دوت فور نيم، فور نيم، ولود الدرايفر. ماشي، الدرايفر ده اللي هو ايه كوم دوت ماي سيكوال دوت جي دي بي سي دوت درايفر. طب الدرايفر ده فين مكانه، فين الكلام دوت؟ قال لك لازم في اللايبرز هنا خلاص، تعمل رايت كليك وتقول له اد لايبرري او اد جار، بعد كده تروح على على السي، على بروجرام فايلز، هتروح هتلاقي فيه ماي سيكوال، تدور بقى على ماي سيكوال، هتلاقي على كونكتور جي، ده هو الجار فايل تمام اللي بيضيفه لك، اللي موجود فيه ايه الكونكتور. طبعا هو مدي ايرور ليه، لان في اكسبشن المفروض ان انا احطه، فبقول له ضيف كاتش، يعني ضيف كاتش زياده، بس هو ما ضافهاش هنا، اد كاتش كلوز نضيفها احنا، او ممكن ايه ممكن نحط اكسبشن هنا على طول. بعد كده هنخش على الخطوه اللي بعد كده اللي هي ايه كونكشن، كون بتساوي درايفر مانجر دوت جيت كونكشن، بندي له اليو ار ال، اليو ار ال بقى اللي هي ايه جي دي بي سي على ماي سيكوال تمام، على لوكال هوست على 3306 تمام. الداتابيز اسمها كار اندرسكور سيستم، برضو نتاكد من اسم الداتابيز كويس. الداتابيز اسمها كار اندرسكور سيستم تمام. بعد كده اليوزر نيم هنا اسمه روت، والباسورد بتاعتنا 1 2 3 4 زي ما كنا مسجلينها، ونعمل سيف، ونعمل سيف، ونحط ايه السيمي كولون في الاخر. بعد ما هنا بيعترض على الكونكشن، لان لازم يمبورت طبعا في جافا اس كيو ال، بدوس كنترول سبيس يقول لي حط لك الامبورت بتاعتها. بعد كده الاستيتمنت، وابدا اشوف كونكشن دوت كرييت استيتمنت، وانا بكرييت استيتمنت انا بعمل الاستيتمنت، وبعد كده طبعا هنا معترض بقول له برضو ايه امبورت من خلاص، او ممكن اريح دماغي فوق واقول له بدل بقى ما اقعد امبورت اس كيو ال دوت اول على طول، ولما اقول له دوت اول اشيل كل الحاجات ديت خلاص، الحاجات اللي هي الزياده اللي ملهاش لازمه تمام، وابدا انزل واكمل تحت، وابدا اقول له statement dot execute query. شوف في execute query وفي execute update، execute update، execute update بتاخد الكويري اللي انا ايه اشتغلته، بس بترجع بانتجر الريزلت بتاعتي.
لو كان الريزلت اكبر من الصفر معناها ان ايه، ان سكسس. اقول له جي اوبشن بان دوت شو مسج دايلوج زيس، وابدا اقول له كاستمر ادد سكسسفولي. تمام. هنا إلس أقول له failed to add customer. ما تنساش في النهاية إنك تقول له connection dot إيه dot close، لأنك لازم تقفل الكونكشن. كده أنا عملت خطوات الاتصال. تعالوا نعمل رايت كليك ونرن البروجرام ونكتب هنا علي وتليفونه 1 2 3 4 وندوس إضافة. قال لي نو سيوتابل درايفر فاوند، هو مش لاقي الدرايفر. يبقى اذا في حاجه غلط في الـ في الـ في الكونكشن، هنراجع الكونكشن. طيب هنصلح الكود بتاعنا. المفروض جي دي بي سي ماي سيكوال، ونحط هنا ايه، لازم اليو ار ال ده نكتبه خلاص علشان يكون مظبوط. بعد كده هنرن البروجرام بتاعنا ونكتب هنا علي. طبعا هو الاخطاء دي المفروض انتوا بقى ايه ما تطلعش. اد قال لي كاستمر ادد سكسس. اطمن ازاي ان الكاستمر تم اضافته بنجاح؟ هروح للماي سيكوال ارن الكويري سيلكت، هلاقي فعلا علي وتليفونه والجندر تم الاضافه بنجاح، والشاشه ديت اقدر استخدمها ان انا اضيف بيها اكتر من مره. حتى لو ضفت قال لي ادد سكسسفلي، هتلاقي ايه، هتلاقي هنا ضاف لك مرتين ثلاثه اللي انت عايزه. والاوتو انكريمنت الاي دي، الاي دي اوتو انكريمنت بيزيد اوتوماتيك. تمام. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده من البرنامج. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.